مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده. كان في فيديو متداول على السوشيال ميديا لقداسة البابا تودروس الثاني وكان بيتكلم عن القيامه. قال ايه بقى؟ قال ان بطرس الرسول قال انت هو المسيح ابن الله الحي. في القصه دي وفي الحدث ده بطرس قال له يعني انت هو المسيح، ولكن كاتب الاناجيل القديس متى ومرقس ولوقا ويوحنا كتبوا في ضوء القيامة، في ضوء معرفتهم بقيامة المسيح، فكتبوا هذا أنت هو المسيح ابن الله الحي القائم من الأموات. طيب الناس بقى بتتساءل على السوشيال ميديا يعني إيه هو المراد من هذا الكلام، يعني عايز توصلنا لنقطة إيه؟ فهل المقصود إن كل ما حدث في الحقيقة شيء وما كتبوا التلاميذ والرسل شيء آخر؟ يعني الحدث نفسه يعني حاجة واللي كتبوه حاجة تانية خالص، وبالتالي كل اللي كتب في الكتاب المقدس هيكون فيه اختلاف عن الواقع بقى؟ ما انت بتقول اللي حصل حاجة واللي كتب في الأناجيل حاجة تانية، يعني انت كده بتشكك في اللي كتب في الأناجيل، بتشكك في الكتاب المقدس من الآخر، وإن كل اللي كتبه من الآباء من التلاميذ والرسل بحسب ما فهموه من وجهة نظرهم بقى، ما كل واحد بقى دون باللي شافه او دون على حسب مزاجه بقى. انا شفت القصه قدامي، يعني هو شاف الحدث قدامه، بس ساعه التدوين هو بقى ايه جود من عنده. عارفين اللي بيجود من عنده هو البابا عايز يقول كده، يعني كل واحد جود من عنده. لا يا جماعه، لا ايه اللي احنا بنسمعه ده؟ ونحن قد املنا وعرفنا انك انت المسيح ابن الله الحي، يوحنا 6:96. أليس الكتاب المقدس هو كله موحى به من الله، كله موحى به من الروح القدس؟ لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. بطرس الثانية 1:21. فإذا أمننا حقا بذلك فكيف نقول أن هناك كلام يعني في ناس زودت وفي ناس نقصت، الرسل هنا زودوا حتة أو الرسل نقصوا حتة؟ ده احنا مؤمنين بده، احنا مؤمنين بالكلام ده، فاحنا هنيجي نشكك فيهم؟ ده هم كانوا بيدونوا غلط. ايه اللي احنا بنسمعه ده يا جماعة؟ الكلام ده بقى مين اللي بيقوله؟ النقاد بقى اللي بينتقدوا الكتاب المقدس بيقولوا نفس كلام البابا ده، ودي نفس تعليم مدارس نقد الكتاب واللاهوت الليبرال، نفس الكلام اللي بتقال من النقاد البابا قاله في العزة بتاعة القيامة. ولا ننسى أيضا موقف سابق وهو الطعن في إنجيل يوحنا. طيب تعالوا كده نعمل فلاش باك للأحداث ونفتكر كتاب مفتاح العهد البابا تودروس الثاني النسخة الأولى الجزء الأول صفحة 167، لما كان البابا بقى كان لسه أسقف، لما كتب إن مقدمة إنجيل يوحنا أضيفت على العمل الأصلي لجذب مزيد من القراء. يعني إيه أضيفت المقدمة؟ أضيفت يعني هو بيشكك في إنجيل يوحنا يا جماعة، يعني إيه المقدمة أضيفت؟ وكأن البابا كان بيتكلم عن كتاب اجتماعي أو ثقافي مثلا، يعني إيه مثلا مقدمة أضيفت وليس عن الكتاب المقدس المعصوم من الخطأ؟ الكتاب المقدس كله موحى بيها من الله، ولا الكتاب المقدس محرف؟ الكتاب المقدس هو نفخة الروح القدس، هو نتائج نسمة الله، الكتاب المقدس هو أنفاس الله، فكيف نقول أنه بقى الناس بتزود أو بتنقص من عندها أو بيكتبوا الكتب على مراحل؟ فلم يقل أحد من الآباء أنه أضيفت مقدمة أو نهاية بعد أن كتب الإنجيل، يعني مفيش حد اتكلم بعدها وقال لا ده في مقدمة أضيفت. جاب الكلام ده منين يا جماعة؟ أو أن حدث في وقت أن المسيح أو قيل شيء وعند كتابة الأناجيل كتب شيء آخر بفكر الكاتب وحسب رؤيته. هو عايز يقول أن هم شافوا الحدث، بس كل واحد ساعة الكتابة بقى كل واحد بقى فسر أو كتب زي ما هو عايز على مزاجه هو، يعني ممكن يجود بقى من عنده، يزود ينقص، لكن ما كتبش الحدث كما هو اللي شافه أو اللي عايشه. لا يا جماعة، الكلام ده خطير جدا يا جماعة، الكلام ده خطير جدا جدا. بصوا دي الصفحة اللي في كتاب العهد الجديد كان كاتب ايه بقى؟ ولكن بإضافة المقدمة يتضح انه يتناسب مع العالم اليوناني
ولذلك فمن المحتمل أن المقدمة أضيفت على العمل الأصلي بعد ذلك لجذب مزيدا من القراء. كذلك الإصحاح الأخير 21 ربما أضيف بعد انتهاء الكتابة كما يتضح من الآيات الأخيرة في يوحنا 20:30-31. هذه الأمور تجعلنا نقول إنه من المحتمل جدا أن هذا الإنجيل قد تكون على عدة مراحل. الإنجيل ده تكون على عدة مراحل، ويعتبر القديس يوحنا الرسول نجما من نجوم الكنيسة الأولى في القرن الأول كما يتضح ذلك من الرسم التالي، وقعد يكتب حاجات كتيرة جدا. إيه يا جماعة اللي احنا بنشوفه وبنسمعه ده؟ وعلى فكرة المتطرفين لحد الآن بيمسكوا الجزئية دي في الكتاب ده ويقولوا إن البابا بيقول إن الكتاب المقدس محرف. بجد مش بهزر، عملوا حلقات، المتطرفين عملوا حلقات على البابا بيقول إن هو بيشكك في الكتاب المقدس أو الكتاب المقدس محرف. اتفضلوا، لما بابا الكنيسة يقول أو يكتب هذا الكلام، المفروض كتاب مفتاح العهد الجديد يتسحب والمجمع المقدس ينزل بيان بشأنه ان الكتاب ده فيه حاجات خاطئه ومحدش يقراه تاني، عشان محدش يمسكوا حجه على الكنيسه، محدش يمسكوا حجه على الكنيسه ويقولوا هو البابا بيقول كذا في كتاب كذا وبيقول كذا. لكن لما يتمنع ونقول لا، ما فيش الكلام ده، ما فيش حاجه اسمها مقدمه اضيفت ولا بيزودوا ولا بينقصوا من عندهم، الكتاب المقدس كله موحى به من الله. لما البابا الكنيسه يشكك في الكتاب المقدس يبقى فاضل ايه تاني؟ لما بابا الكنيسة يشكك في الكتاب المقدس يبقى فاضل ايه تاني؟ الواحد هيقول ايه؟ لا تعليق، لا تعليق بجد. ونقول له هنا اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هوية، فين؟ القيامة خلتني فوق، خلتني فرحان، خلت عندي هذه الطاقة الجديدة، طاقة، والطاقة ده هي اللي مخليها الإنسان يعيش. عايز أقول لك على حكاية لطيفة كده. أيام المسيح خد تلاميذه وراحوا لقيصرية فيلبس وسألهم هو الناس بتقول عليا إيه؟ قالوا، جاوبوا، طيب وانتوا بتقولوا عليا إيه؟ راح بطرس الرسول طالع وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي. في القصة وفي الحدث بطرس قال له أنت هو المسيح، في القصة وفي الحدث في الواقع. لكن كاتبوا الأناجيل قديس متى، قديس لوقا، قديس مرقس، القديس يوحنا، كتبوا في ضوء القيامة، في ضوء معرفتهم بقيامة المسيح، فكتبوا كده أنت هو المسيح ابن الله الحي القائم من بين الأموات. وصارت القيامة زي ما بقول لك رفع راسك، ده رفع راسك مش في الأرض، ده رفع راسك في السماء، طريق السماء بقى مفتوح قدامك، الأبدية بقيت تشتاق إليها كل يوم. طيب كان في تعليق آخر برضو من أبونا ماركوريوس سمائيل حول هذا الموضوع، تعالوا نشوف كتب إيه. عفوا لم أرى مثل هذا قط، أن يطعن بطرك في وحي كتابها المقدس. كيف لإنسان أيا كان قدره وسلطانه أن يطعن في النور ويشكك في كلام قاله الكتاب المقدس بوحي من الروح القدس؟ البطرك بيقول، عاوز أقولك على حكاية لطيفة كده، ولا أدري هل كان البطرك يعيش في أيام المسيح ينقل لنا هذه الحكاية، أم إنه أخذها من الكتاب المقدس، أم إنه أخذها عن أحد الآباء المعتبرين في الكنيسة، أم إنها من عندياته ليشككنا في كتابنا المقدس والوحي المكتوب فيه. ويكمل ويقول أيام المسيح خد تلاميذه وراح لغاية قيصرية فيلبس وسألهم هو الناس تقول على إيه؟ قالوا، جاوبوا، طيب وانتوا بتقولوا على إيه؟ راح بطرس الرسول طالع وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي. لغاية كده كويس، لغاية كده لم يخرج البطرك عن نص الإنجيل، لكنه ذكر هذا الكلام لكي يشككنا فيه، علشان يقولك لأن مش هو ده اللي حصل. ده ما أنا قلتلكوا في الأول. طب حصل إيه؟ يكمل ويقول في القصة وفي الحدث في الواقع بطرس قال له أنت هو المسيح، ولكن كاتبوا الأناجيل القديس متى، القديس لوقا،
القديس مرقس، القديس يوحنا كتبوا في ضوء القيامة، في ضوء معرفتهم بقيامة المسيح، فكتبوا كده: أنت هو المسيح ابن الله الحي القائم ما بين الأموات. لا أدري كيف عرف الواقع وما الذي استند عليه ليعرف هذا الواقع. هو يقول أن كاتب البشائر الأربعة كلهم كتبوا في ضوء القيامة: أنت هو المسيح ابن الله الحي، في حين أن القديس مرقس البشير قال: فجاء بطرس وقال له: أنت المسيح. وقال القديس لوقا البشير: فأجاب بطرس وقال: مسيح الله. إذن فليس كلهم كتبوا كما قال إنه في ضوء معرفتهم بقيامة المسيح: أنت هو المسيح ابن الله الحي القائم بين الأموات. تمام، معروف أن كل البشيريين الأربعة لم يكتبوا كلابا واحدا، بل إنهم كتبوا الوحي الإلهي في الإنجيل بأسلوبهم البشري طبعا، لأن الوحي في المسيحية لا يقوم على الحرف، لأن الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. ولكنهم كلهم اتفقوا على أن بطرس قال إنه مسيح الله، ومعروف أن مسيح الله حي إلى إيه؟ الأبد. تمام، قوله بأن البشيريين الأربعة غيروا كلام القديس بطرس لرب المجد بعد القيامة، فهذا معناه التشكيك في أقوال أخرى غيروها البشيريين لأسباب أخرى لا نعرفها، وإنه من الممكن ولأجل أي تأمل روحي أن نغير في الأحداث الكتابية التي تتلمناها في الكتاب المقدس منذ 2000 عام، يعني محدش يقدر يغير أي حدث كتابي، وهذا كله يعتبر عدم أمانة في التسليم. أما القديس يوحنا البشير لم يذكر تلك الحادثة أصلا، ولكنه مع ذلك ذكر نفس التعبير على لسان القديس بطرس نفسه، ولكن في حدث آخر تماما، وذلك حين كان يتكلم عن التناول من جسده ودمه في يوحنا 6. ووقتها قال بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد أمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. يوحنا 6:68-69. فواضح أن القديس بطرس الرسول لم يشهد لرب المجد مرة واحدة في حدث واحد، ولكنه شهد له في مواقف متعددة، ففي مرة قال كذا وفي مرة أخرى قال كذا، لكن الأمر ليس كما يقول البطرك بأن البشيريين الأربعة بعد القيامة شهدوا على أنه ابن الله الحي. لا، إن كل واحد منهم كتب شهادته في بشرته بطريقته التي يراها، ولكن بوحي إيه؟ من الروح القدس الذي ساقه في الكتاب. كل الكتاب هو موحى به من الله طبعا، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس ربنا ينقذ كنيسته. هو شرح باختصار شديد البابا قال إيه وبيشكك إزاي في الكتاب المقدس. موضوع كبير جدا يا جماعة، ويعني في عثرات بتحصل هنا وهنا، فكل كلمة محسوبة عن البابا. ففي ناس بتقول احنا فهمنا كلامه غلط، لا يعني ابونا فسر كلمة كلمة هو يا جماعة، وجاب ايات كمان للرد عليه. طيب كده انا خلصت حلقة النهاردة، اكتبوا لي في التعليقات بقى شايفين الموضوع ده ازاي. تحياتي، واشوفكم في حاجة جديدة. كان معكم ميفين جيرجس.